بسم الله الرحمن الرحيم، أرحب فيكم في مادة حرارية ومواء. هنكمل إحنا وياكم ما بدأنا فيه أو ما أنهينا فيه في المحاضرة الماضية في شابتر 2 اللي بيحكي عن Basic Concept of Thermodynamic. حكينا في المحاضرة الماضية عن بعض المفاهيم الجديدة التي تتعلق في مادة Thermodynamics. راح نكمل إحنا وياكم في محاضرة اليوم عن آخر موضوع من هاي المواضيع أو هاي المفاهيم اللي هو مفهوم البرشر. طيب لو جينا نعرف البرشر، ما المقصود في البرشر؟ البرشر هو عبارة عن نورمال فورس. أوكي، هاي النورمال فورس بتأثر أوكي على وحدة المساحة. طبعا إيش من وين جاي هاي النورمال فورس؟ طبعا كوننا بنحكي عن إحنا في ثيرمودينامكس فلويد ميكانكس، راح نحكي إنه هي عبارة عن فورس جاي من الفلويد، فورس اكزيرتد باي افلويد. بينما في حاله اذا كانت تحكي عن السوليد ميكانكس فهي الفورس بتكون جاي من قوى خارجيه. فاذا البريشر هو عباره عن نورمال فورس اكزيرتد باي افلويد بير يونت اريا. هذا الفلويد ممكن يكون ليكويد، ممكن يكون جاسس. كيف نعبر عنه ماثيماتيكلي؟ نعبر عنه من خلال فورس على وحدة المساحة، وبنعرف أن وحدة الفورس اللي هي نيوتن، وحدة المساحة اللي هي مليمتر سكوير، ونيوتن بير متر سكوير هو عبارة عن الباسكال، عبارة عن الباسكال. من أشهر اليونتس للبرشر ممكن نتعامل معهم في حياتنا العملية اللي هم البار، راح تسمع أنه راح نتعامل مع البار، الأتموسفيريك ستاندر أتموسفير، الكيلوغرام فورس بير سكوير سنتيمترز. اوكي، هاي اغلب اليونتس ممكن نستعملها كاس اي يونتس، وفي حاله الانجليش سيستم يونت ممكن نستعمل اللي هي باوند فورس بير سكوير انش اور البي اس اي. يعني بنحكي باوند فورس بير سكوير انش اور البي اس اي. وفي كمان وحدات اخرى للبريشر اللي هي مليمتر اتش جي، وفي عندنا كمان اللي هي التور نسبة الى التور شلي. تلاحظ هنا انا في عندي شوية كونفيرجن اوكي بين اليونتس هاي، انه تقريبا واحد بار بساوي 10.5 من الباسكال او 100 كيلو باسكال، 100 كيلو باسكال او 0.1 ميجا باسكال. تلاحظ انه عندي الون اتموسفير، الون اتموسفير تقريبا بساوي 101.325 بالألف كيلو باسكال، كيلو باسكال أو 1.01325 من البارس. برضو كمان عندي 1 كيلوغرام فورس بير سكوير سنتيمترز بيعادل تقريبا 9.807 نيوتن بير سنتيمترز، وبيعادل تقريبا اللي هو 9.807 times 10 to the power 4 من الباسكال، من الباسكال او بيعادل تقريبا 0.9807 من البار او الاتموسفير اللي هو 0.9679 اتموسفير. هاي الكونفيرجن بين اليونتس لها البريشر. هسه البريشر ممكن نحكي عنه، نصنفه ل 3 تايبس، يا اما بنحكي ابسولوت بريشر او جيج بريشر او فاكيوم بريشر. بناء على ايش بنحكي ابسولوت او جيج او فاكيوم؟ الريفرنس اللي احنا بدنا اياه حتى نطلق على هاي المفهوم هذا البريشر هو ابسولوت اور جيج اور فاكيوم، اللي هو عباره عن الاتموسفير بريشر، الاتموسفير بريشر. فالاتموسفير بريشر هو الريفرنس ان، الريفرنس ان. هسه لو جيت اخذت بريشر ريليتيف بالنسبه للاتموسفيريك بريشر اباف ذا اتموسفيريك بريشر، اوكي هذا البريشر بنحكي عنه عباره عن جيج بريشر. لاحظ انه هون اخذنا هاي النقطه هون، اوكي اي قيمه بتكون اعلى من الاتموسفيريك بريشر نسبه ل الاتموسفير بريشر اتموسفير، هذا بنسميه عباره عن الجيج بريشر، عباره عن الجيج بريشر. هسه اجي اخذت نقطه اقل او قيمه بريشر اقل من البريشر للاتموسفيرك، هذا بنسميه عباره عن فاكيوم بريشر، فاكيوم بريشر. هاي بالنسبه للمفهوم يعني الجيج والفاكيوم واضحين ان شاء الله. هسه بالنسبه للابسوليوت بريشر، الابسوليوت بريشر اللي هو انك تاخذ قيمه ريليتيف بالنسبه للابسوليوت فاكيوم، او بنسميه الابسوليوت زيرو بريشر. ايش يعني الابسوليوت زيرو بريشر؟ انه لو اجيت امثلها كتمثيل بسيط، انه لو اجي كان في عندي غرفه
هاي الغرفة سكرت الشبابيك، سكرت الابواب اللي فيها، او قبل ما اسكر الشبابيك والابواب قست الضغط اللي فيها. المفروض انه الضغط الهواء الموجود في هاي الغرفة عبارة عن اتموسفيرك بشر، عبارة عن اتموسفيرك بشر. جيت سكرت هاي الغرفة، سكرت شبابيكها وابوابها، وجبت فاكيوم، اوكي بمب، فاكيوم بمب، وفعليا في فاكيوم بمب كل بيت موجودة، وهي عبارة عن مكنسة الكهرباء، اوكي مكنسة الكهرباء هي عبارة عن فاكيوم بمب تشفط هواء. فبالتالي جيت عملت فاكيوم لهي الغرفة، سحبت الهواء اللي فيها. ايش يعني سحبت الهواء اللي فيها؟ يعني قللت الضغط الهواء الموجود داخل هاي الغرفة، قللت ضغط الهواء على الجدران، على الأسقف، على الأرض، اوكي، من الهواء الموجود داخل هاي الغرفة. فبالتالي هذا صار عندي البريشر داخل هاي الغرفة عبارة عن فاكيوم بريشر، لأنه صار أقل من الأتموسفير. ظليت أسحب الهواء، أسحب الهواء، أسحب الهواء، حتى فرغت الغرفة هاي من كاملا من الهواء الموجود فيها. فاصبحت هون عندي البريشر بالنسبه للاتموسفير هو عباره عن زيرو بريشر، هذا بنسميه اللي هو الابسوليوت زيرو بريشر، ابسوليوت زيرو بريشر. هسه ابسوليوت زيرو بريشر، اوكي، هذا صار عندي ريفرنس اللي هو ابسوليوت زيرو بريشر. اي بريشر اعلى من الاتموسفيريك هذا بنسميه عباره عن الابسوليوت بريشر، ابسوليوت بريشر. او بطريقه اسهل اذا بدك تعبر عن الابسوليوت بريشر، هو عباره عن الجيج بريشر، الجيج بريشر زائد البي اتموسفيرك، زائد البي اتموسفيرك، هذا اللي هو عباره عن الابسوليوت بريشر. نعيده مره ثانيه، اللي هو عباره عن البي الجيج بريشر زائد الاتموسفيرك بريشر، الجيج بريشر زائد الاتموسفيرك بريشر، هو بنسميه ابسوليوت بريشر، ابسوليوت بريشر. هذول الثلاث مفاهيم المفروض تكون نتقنهم 100% مشان لما بدنا نعبر عن شيء معين، هل نحكي عن الفاكيوم اور ابسوليوت اور جيج. هسا نيجي ننتقل للميجرمنت ديفايس اللي بتقيس دي البريشر. هناك عدد كبير ولا محدود من اجهزه القياس اللي من خلالها بقدر اقيس البريشر. طبعا اغلب اجهزه القياس الضغط بصيرها كاليبريتد عند زيرو اتموسفيرك، زيرو اتموسفيرك، اوكي. ومن اشهرها اللي هو عباره عن البوردون جيج، هاي مسميها اللي هي البوردون جيج ديفايس، اوكي، اللي عباره عن ميجرمنت ديفايس من خلاله بقدر اقيس اللي هو الاير بريشر، وتستخدم في الاندستري وتستخدم في حياتنا العمليه. بس اغلبنا اللي عنده سياره بده ينفخ عجل السياره، اوكي، او بده يصلح بنشر، بروح عند البنشرجي بعد ما ينفخ له العجل بيجي بيعاير له اياه، بقول له بدنا نعاير لك ضغط العجل، المفروض انه العجل يحتوي ضغط معين من الهواء. فبجيب الجيج اللي بسموها ساعه الضغط، اوكي، بركبها في مدخل الهواء للعجل، اوكي، وبشوف لك قديش قيمه ضغط الهواء، بعاير لك ضغط الهواء الموجود، اوكي، داخل العجل، طبعا نسبه ل اللي هو الاتموسفيرك بريشر، نسبه ل الاتموسفيرك بريشر. وبالعاده ضغط العجل، اوكي، بكون 32، انت بتقول له والله حط لي فيه 32 33 32 المقصود فيهم اللي هم بي اس اي اللي هو الباوند فورس بير سكوير انش، كي باوند فورس بير سكوير انش. هاي بعض الأمثلة على الميجرمنت ديفايس. طبعا كيف مبدأ عمل هذا الجهاز؟ اوكي، هو عبارة عن بتكون من بوردن تيوب، في هذا بوردن تيوب، والعادي هذا الكروس سكشن الاريا له بتكون عبارة عن اليبتيكال كروس سكشن الاريا. بدخل هون في عندي اللي هو مدخل الهواء او مدخل الفلويد، بدخل فيه، اوكي، بكون في عندي هون نهايته هذا كلوزد، بسكر، وهذا باخذ شكل، بتلاحظ زي ما هو موجود باخذ شكل اللي هو الكيرف، اوكي، او سيمي سيركل. هسا لما يدخل فيه الهواء بحاول هذا التيوب يرجع لوضعه الطبيعي اللي هو يصير له ستريت، تمام، يصير له ستريتنس، اوكي، بحاول يرجع لوضعه الطبيعي اللي يصير له عمليه استقامه، اوكي. بتلاحظ انه نهايته هون مشبوك مع لينك، وهذا اللينك مشبوك مع سلكتر اند بنيون، اوكي، وفي عندي هون بنيونز، اوكي، وهذا البنيون بكون في عليه بوينتر او جير، هذا البنيون جير بكون في عليه بوينتر، فبالتالي بيتحرك هذا الجير فبتحرك البوينتر هذا، اوكي، بيتحرك. ورح ان شاء الله تاخذوا تجربه في مختبر حراريه موقع، هاي التجربه بعنوان كاليبريتد بوردون جيج، كيف تعمل كاليبريشن للبوردون جيج. طيب بدنا نشوف هسه كيف تغير البريشر بالنسبه لعمق الماء، بالنسبه لعمق الماء. لو تخيلت انا عندي هون الرسمه الموجوده عندي هون على اليمين، هاي الرسمه عباره عن جزء من بركه، جزء من بركه، اوكي، هاي البركه مليانه مي او مليانه فلويد معين، اوكي، بدي اشوف كيف تغير هذا البريشر، اوكي، داخل هذا الفلويد مع العمق، مع العمق. هسه الغواصين السباحين بيقول لك انا والله بقدر اغوص مثلا لعمق معين، اوكي، 5 متر، 10 متر، 8 متر، اوكي، ليش
بيقوص لهذا العمق مثلا ما بيقدر يغوص اكثر، لانه كل جسم له قدره تحمل معينه، اوكي له قدره تحمل، بيقدر يتحمل ضغط الواقع عليه من هذا الفلود. طيب احنا بنشوف كيف التغير هذا، كيف بتغير عندي البريشر مع الدبث، مع الدبث. حتى ادرس هاي هذا الموضوع او ندرس كيف التغير البريشر، اوكي انا اوريدي بعرف انه البريشر كل ما نزلت بالماء بيزيد، لكن كيف ازدياده؟ هل هو لينير او نون لينير؟ بدنا نشوف احنا وياك مع هاي الرسم الموجود عندنا. بدي اخذ ايليمنت معين اوكي من ضمن هذا الماء كالتالي، مثلا انا بدي اخذ ايليمنت بهذا الشكل، بدي اخذ جزء من هذا الماء بهذا الشكل، بدي اخذ كيوب، تمام بدي اخذ كيوب، وهذا الكيوب بدي اشوف، بدي ادرس البريشر الواقع عليه او الفورسز اللي واقع عليه. طبعا هذا الكيوب ريكتانجلر شيب من هون مثلا نفترض، او الكيوب اللي اخذناه كيف نفترض انه موجود اندر ايكوليبريم، هذا الفلويد اندر ستاتيك ساكن ما في له حركه، اوكي فبدي امثل وبدي اشوف شو بصير عليه. لو جينا على هذا الجزء بدي اعتبر انه هذا هو عباره عن الزد دايركشن، اوكي زي ما هو موجود عندي هون، هذا هو الزد دايركشن، وهذا اللي هو عباره عن الاكس دايركشن، اوكي وللداخل اللي هو عباره عن الواي دايركشن، هذا عباره عن الواي دايركشن. طيب نيجي نطلع على هون، هذا اكيد له ويت، هذا الويت بيكون بياثر للاسفل حسب الجرافيتيشن فورس، هاي الجرافيتيشن فورس زي ما هو احنا رسمين عندنا هون، الاكسلريشن فور اكسلريشن فورس بهذا الاتجاه. فبالتالي بتلاحظ انه كونه هذا الكيوب اندر اكوليبريم، السطح اللي تحت من تحت اكيد بده يتاثر ببرشر معين، بيدفعه بحاول يدفعه للاعلى، اكيد الفلويد اللي موجود فوقيه كمان برضه بحاول يدفعه للاسفل، اوكي في عندي كمان فلويد من الجانب من هون بحاول يدفعه بهذا الجانب، برضه كمان في عندي فلويد بحاول يدفعه بهذا، فبتلاحظ انه هو اندر ستاتيك، اندر ستاتيك، فبالتالي ما بيتحرك، ما بصير له حركه. وفي عندي اللي هو كمان برضه الويت، وعندي وزنه. anyway. كون احنا اخذنا ديفرنشال اليمنت، هذا ديفرنشال اليمنت المفروض انه يكون في له، نحكي له البعد هذا هو عباره عن دلتا اكس، البعد هذا هو عباره عن دلتا زد، هاي زد 1 هاي زد 2، والبعد الداخلي اللي هو الواي دايركشن، هذا البعد اللي حكينا عنه اللي هو في الواي دايركشن. طيب كونه اندر اكوليبريم المفروض انه السمنيشن اوف فورسز، السمنيشن اوف فورسز في الزد دايركشن بتساوي زيرو، السمنيشن اوف فورسز بالزد دايركشن بتساوي زيرو. نيجي نبلش انا وياك كيف نحول البريشر هذا لفورس. حتحول البريشر هذا لفورس المفروض اني اضرب البريشر في الاريا، اذا ضربت البريشر في الاريا بقدر احولها لفورس. طبعا ايش الاريا اللي من الاسفل؟ الاريا من الاسفل هي عباره عن دلتا اكس، هذا الجزء دلتا اكس في دلتا واي، فاذا دلتا اكس في دلتا واي هذا عباره عن اريا الجزء السفلي من هذا الاليمنت، اوكي مضروبا في البريشر 1. لاحظ انه عباره عن ابورد دايركشن فهو بالبوزيتيف زد دايركشن. نيجي ل بي 2، بي 2 هذا انها بالنيجاتيف زد دايركشن، هاي حطينا اشاره نيجاتيف بي 2، في برضه نفس الفكره، الاريا هاي عباره عن دلتا اكس في دلتا واي، دلتا اكس في دلتا واي هاي عباره عن اريا البريشر، هي صار عندي فورس. نيجي للويت، الويت هذا الويت بعرف انه الويت هو عباره عن الماس في جي، اوكي بعرف انه الماس في الاكسلريشن جرافيتيشنال اكسلريشن، طيب ممتاز، وبعرف انه الماس، الماس للفلويد هي عباره عن الدنسيتي للفلويد رو، اوكي في الفوليوم، رو في الفوليوم. طيب كيف بدي اطلع الفوليوم تاع الكيوب؟ الفوليوم تاع الكيوب اللي هو طول في عرض في ارتفاع، طول في عرض في ارتفاع، طول في عرض في ارتفاع هي عبارة عن دلتا اكس دلتا واي دلتا زد، فهذا يمثل عبارة عن الفوليوم، هذا عبارة عن الفوليوم، اوكي وحكينا هاي عبارة عن الاريا، وهاي هي عبارة عن الاريا، اوكي فالفوليوم في رو، هذا الفوليوم في رو، هذا عبارة عن الماس مضروبا في جي، فصار عندي اللي هو عبارة عن الويت، حولتها لفورسز في النيجاتيف دايركشن، هذا كله الحكي بيساوي زيرو. لو جيت على المعادلة هاي وقسمت كل المعادلة على دلتا اكس دلتا واي اللي هي الاريا، قسمت دلتا اكس على دلتا واي المفروض انه هذا التيرم يروح، هذا التيرم يروح، اوكي دلتا اكس دلتا واي هذا يروح، فصفى من المعادلة عبارة عن بي 1 ماينس بي 2 اوكي ماينس رو جي في دلتا زد، رو في جي في دلتا زد، وير دلتا زد اللي هي عبارة عن زد 2 ماينس زد 1. فننتقل احنا وياك، دلتا بي صار عندي بي 2 ماينس بي 1، بي 2 ماينس بي 1 هي عباره عن نيجاتيف، جيت لهاي اوكي بي 2 نقلتها على الطرف الثاني
اوكي، و بي 1 برضه نقلت على الطرف الثاني مشان اخذ دلتا بي. اوكي بدي اشوف التغير بين بي 1 ل بي 2، فصار عندي او من بي 2 ل بي 1، فبي 2 ماينس بي 1 بيساوي ماينس رو في جي في دلتا زد. وبعرف انه رو جي في دلتا زد من المحاضره الماضيه هي عباره عن سبيسيفيك ويت، وقلنا السبيسيفيك ويت اوكي رمزناها بالرمز جاما هي عباره عن ويت بير يونت ال، بير يونت فوليوم، اسف، ويت بير يونت فوليوم، وحدتها نيوتن بير متر اي كيو مضروبا في دلتا زد. فاذا جاما في دلتا زد اوكي بيساوي عباره عن دلتا بي. بتلاحظ انه دلتا بي تغير في البريشر من بي 2 لبي 1 اوكي تغير خطي، اوكي تغير خطي، اذا لينير من دلتا زد ل زد 2 تغير خطي، كل ما نزلت اوكي كل ما زاد عندي البريشر. ومثلنا بتلاحظ انه هون اصلا اوريدي اصلا الرسمه من هون من البدايه زي ما موضح بالفيجر الموجود من هون انه كل ما نزلت انا قاعد بزيد بشكل لينير، بزيد بشكل لينير. طبعا ايش مفهوم النيجاتيف ساين؟ نيجاتيف ساين انت فعليا قاعد تتحرك في النيجاتيف دايركشن، تتحرك في النيجاتيف دايركشن، تتحرك في النيجاتيف دايركشن. هاي عندي المعادله اللي هي لازم نهتم فيها انه دلتا بي هي بتساوي ماينس جاما في دلتا زد. او بامكانك تحكي اذا بدك تجيب البريشر عند نقطه معينه بلو ذا فلويد، بلو ذا فلويد هاي النقطه الموجوده عندي هون هي عباره عن البريشر ابف، يعني البريشر عند القيمه هاي زائد اللي هي جاما في دلتا زد، زائد اللي هو الابسوليوت فاليو اوكي دلتا زد، جاما في دلتا زد. طبعا هذا الحكي كله بشرط انه يكون الفلويد هذا ايش ماله؟ with constant density، with constant density or constant gamma، constant specific weight. هسا اذا حاله تغير عندي جاما، اذا تغيرت جاما فبالتالي اكيد البريشر بده يتغير. ننتقل احنا وياك نشوف كيف تغير البريشر مع تغير نوع الفلويد، مع تغير نوع الفلويد. For fluid has density change significantly with elevation, a relation for the variation of pressure with elevation can be obtained by the following. شوف كيف نرجع لمعادلتنا، قلنا دلتا بي، دلتا بي بتساوي اللي هو عبارة عن ماينس جاما في دلتا زد، ماينس جاما في دلتا زد. لو جيت قسمت أنا المعادلة على دلتا زد، لو قسمت المعادلة الطرفين على دلتا زد اوكي، وجيت أخذت الليمت لما دلتا زد goes to زيرو، اخذت الليمت لما دلتا زد اوكي جوز تو زيرو، جوز تو زيرو، هيك اني انا بحكي قاعد انه الديريفتيف تشينج في البريشر بالنسبه للعمق هو عباره عن ماينس جاما، ماينس جاما اللي هي رو في جي، رو في جي. فاذا الديريفتيف اللي هي تشينج في البريشر بالنسبه للتشينج في الاليفيشن اوكي بيساوي ماينس جاما او ماينس رو في جي، وير دلتا بي هي عباره عن نيجاتيف اوكي نيجاتيف وين دلتا زد از بوزيتيف، از زد بوزيتيف سينس البريشر ديكريزز ان ابورد دايركشن، انه معناته انه قاعد البريشر بيزيد كل ما طلعت للاعلى وكل ما نزلت لاسفل قاعد بيزيد. طبعا انا لما بدي اخذ الانتجرال بدي اطلع الانتجرال المفروض اني اكاملها، فمعناته دلتا بي هي بي 2 ماينس بي 1 بتساوي ماينس ماينس الانتجرال من 1 تو 2، من 1 تو 2 اوكي رو جي زد، رو جي دي زد، رو جي دي زد. هاي الريليشن كثير مهمه بالنسبه لنا لما يكون في عندي فاريشن في الدنسيتي، فاريشن في الدنسيتي. طيب خلينا نحل احنا وياكم سؤال على موضوع الفاريشن ونشوف كيف بدنا نطلع البريشر عند ديفرنت بوينتس اوكي لما يكون في عندي كونتينر وهذا الكونتينر بيحتوي على ديفرنت fluid with different density. Example كالتالي بحكي لي for the following tank، هذا التانك اللي موجود عندي هون، find the absolute pressure at the bottom of tank، at the bottom of tank اللي هي عند النقطة دي. اوكي احنا مسمينه هون، مسمينه هاي السيرفيس، هذا اللي هو السيرفيس تاع الفلويد A B عند النقطة اللي صار في عندي تغير في الدنسيتي، وعند النقطة هاي كمان C تغير في الدنسيتي، وعندي البوتوم اللي هو D على فرض انه الاتموسفيريك بريشر اوكي 100 كيلو باسكال، يعني البريشر اللي بأثر على السطح هون اوكي قيمته في اتموسفيريك، في اتموسفيريك بيساوي اوكي 100 كيلو باسكال. نشوف كيف نبلش بالمسألة هاي. حسب العلاقة الموجودة عندي هون اللي طلعناها احنا وياكم قبل شوي انه المفروض دلتا بي بتساوي اللي هو ماينس انتجرال من 1 تو 2 او جي دي زد.
نجي للسوليوشن، ناخذ عند النقطة دي، نبلش من النقطة دي كون انا بدي اطلع البرسر عندي. اطلع البرسر عندي المفروض اني اعرف قديش البرسر اللي بيرتفع فيها من دي لعند النقطة A. هسه صور في عندي اختلاف في نوع الفلويد، لو كانوا فلويد واحد مباشرة باخذ النقطة هون، البرشر هون بكون عبارة عن الارتفاع هذا مضروبا في الجاما تاعت الفلويد زائد البرشر على السطح، زائد البرشر على السطح. لكن هذا الحكي لما يكون عندي وان فلويد. هسه اذا صار في عندي تغير في الفلويد المفروض اني اوجد البرشر عند كل نقطة بتغير فيها الفلويد، كل نقطة بتغير فيها الفلويد، يعني المفروض اني اطلع البرشر عند النقطة C، برشر عند النقطة B، اوكي، بعدين اجمع لهم البرشر عند النقطة A. نيجي للفلويد الاول، هذا الفلويد اللي هو اللي له الدنسيتي 1000 كيلوغرام بير متر كيوب، الارتفاع كلهم واحد، معطيك اياه 1 متر 1 متر 1 متر، ريحني شوي، اوكي. فبالتالي عشان اطلع البريشر عند النقطه دي المفروض اعرف البريشر عند النقطه سي زائد ايش الفلويد اللي ابوف ذا بوينت دي. فنيجي نحكي بريشر تشينج دلتا بي بي ماينس سي، اوكي، دلتا بي ماينس بي سي بيساوي الانتجرال من سي تو دي، بيساوي من سي تو دي رو جي دي زي. اوكي، البريشر عندي، البريشر عندي هو عباره راح يكون عباره عن الانتجرال هاد زائد البريشر عند النقطه سي. فعندي الدنسيتي للفلويد اللي هي عباره عن 1000 مضروبا في الجرافيتيشنال فورس 9.81 مضروبا في اللي هو المسافه من دي ل سي. لو جيت اخذت الريفرنس الموجود عندي هون، هذا هو الريفرنس تاعي، اوكي، هذا اخذت الريفرنس هون، هاي الريفرنس، اوكي، وبلشت اطلع للاعلى، وبلشت اطلع بهذا الشكل للاعلى من صفر، اوكي، 1 2 3. لاحظ عند النقطة دي اللي هو 0، اوكي، النقطة دي اللي هي 0 ناقص الارتفاع اللي هو 1. فبتلاحظ انه هون تخلصت انا من ايش؟ من النيجاتيف ساين زائد البرشر عند النقطة سي، فبطلع بمعادلة اللي هي عبارة عن بي دي، اوكي، هي عبارة عن 9810 زائد البرشر عند سي. طيب نيجي للبرشر عند سي، كيف نطلع البرشر عند سي؟ البرشر عند سي هو بيساوي قديش البرشر للفلويد هذا زائد البرشر عند النقطة بي، بي سي ماينس بي ات النقطة بي، البرشر عند النقطة بي ماينس اللي هو الانتجرال من بي ل سي رو جي زد. لكن بدك تنتبه هون انه صار في عندي فلويد جديد اللي هو الدنسيتي له 900، فبنحكي ماينس 900 ضرب الجي 9.81 ضرب اللي هو التغير من نقطة بي للنقطة سي. بعرف انه انا بصير في عندي عملية طرح من سي لبي، سي اللي هو الارتفاع واحد، هي ارتفاع واحد عند النقطة سي، عند النقطة بي الارتفاع اللي هو 2، الارتفاع اللي هو 2 زائد البشر عند بي. هسه البشر عند سي معناته صار عندي 8000 اسف 8829 زائد البشر عند النقطة بي. طيب نيجي للبشر ات بي، البشر ات بي اللي هو عبارة عن الفلويد above the point بي زائد البشر ات بوينت اي. هسه البشر ات بوينت اي اللي هو اتموسفيرك، هسه بنيجي بنحكي عنه P pressure at B minus pressure at A بساوي الانتجرال من A to B. بدك تنتبه انه هون الدنسيتي صار 800 ضرب 9.81 2 minus 3، هون الارتفاع 2، هون الارتفاع 3، هاي خلصنا من الماينس. K plus pressure at A، pressure at A 100 كيلو باسكال. بدك تنتبه انه اليونتس الموجودة عندي هون كلها بالكيلو باسكال، يعني هذا عبارة عن باسكال وهون بدي اجمع لها بالكيلو باسكال، فبالتالي بدي اضربها في 1000. هاي البشر عندي 100 كيلو باسكال، اوكي، هاي ضربتها في 1000 عشان احولها لباسكال، من كيلو باسكال لباسكال، فبجمع اللي هو البشر ات بي زائد البشر ات اي، هاي طلعت البشر ات بوينت بي. برجع بعمل سبستيوت هون، اوكي، برجع بعمل سبستيوت هون، بطلع البشر ات سي، بعدين بطلع البشر ات سي، برجع بعمل سبستيوت في المعادله هاي، بطلع البشر ات دي. وهذا اللي عملناه، هاي طلعنا البشر ات سي، طلع معي 116.677 ضرب 10 قوة 3 باسكال او الكيلو باسكال. ورجعنا مرة ثانية عوضناها وطلعنا البشر ات بوينت دي، وطلع معي قيمته 126.487 بالالف، اوكي، كيلو باسكال. هيك بكون انا طلعت البشر ات بوينت دي وعرفت البشر ات بوينت سي ات بوينت بي وهكذا. تمام، اتوقع المساله واضحه وسهله وبسيطه ما فيهاش اي مشكله. طيب ننتقل لموضوع ثاني اللي هو
هل التغير الكونتينر، الشكل تاع الكونتينر بغير بالبرشر، بغير تأثير البرشر او لا؟ نجي نطلع انا وياك هون، هذا عبارة عن كونتينر او بركة، كيف بتلاحظ انه الجيومتري بتغير، قاعد عندي تغير الجيومتري اللي هون. لو جيت اخذت ديفرنت بوينت وفيه عندي هون مي، هاي بركة مي، كي اخذت ديفرنت بوينت A B C D E F and G، واخذنا هون كمان في عندي هون ميركوري اللي هي H، اخذنا بوينت عندي هون بوتوم اللي H، واخذنا عندها اللي هي I. تلاحظ انه البوينت A B C D E F و G البشر عندهم راح تلاحظ انه هو ثابت. ليش ثابت؟ لانه حكينا انه تشينج في البشر، اوكي، تشينج في البشر هو عبارة عن جاما ماينس جاما في دلتا زد، جاما في دلتا زد. بتلاحظ انه ما بيعتمد على الشيب، ما بيعتمد على الشيب او شكل الكروس سكشن اللي موجود في هذا الفلويد، بيعتمد على الارتفاع. فبالتالي بيهمني الارتفاع، هذا قديش هذا الارتفاع، اوكي، وقديش عندي البريشر ابوف ذا فلويد. الابوف ذا فلويد اللي هو الاتموسفيريك بريشر. فبتلاحظ انه هون البريشر، اوكي، عندي نقطه A، هو نفسه عند B ونفسه عند C ونفسه عند D ونفسه عند E ونفسه عند F ونفسه عند G، لانهم على موجودين على استقامه واحده في الهوريزونتال بلين. فمعناته اي هوريزونتال بلين البريشر على نفس الفلويد بكون البريشر عنده ثابت، البريشر عنده ثابت. طبعا شكل الاسهم بتلاحظ هون الاسهم بهذا الاتجاه دائما بتحاول، دائما قلنا البريشر هو نورمال فورس، فهذا عباره عن مثلنا من خلال فورس، هذا نورمال فورس على الاريا، نورمال فورس على، فدائما لازم تكون هاي عباره عن 90 درجه. اذا نورمال فورس، اوكي، نورمال فورس على الاريا، نورمال فورس على الاريا عشان اعبر عن البريشر. بينما لو جينا النقطه اتش والنقطه اي، لاحظ هون صار في عندي ديفرنت فلويد، ديفرنت فلويد، بالتالي صار عندي ديفرنت فلويد، ديفرنت في الدنسيتي. فمعناته كونه انه اتش واي موجودين على استقامه واحده لا يعني ذلك انه البريشر عند اتش هو نفس البريشر عند اي، بسبب اللي هو اختلاف نوع الفلويد. لو كان هذا الميركوري مش موجود، كان بس مي، كيف بالتالي بقدر احكي انه اتش واي لهم نفس البريشر، اتش واي لهم نفس البريشر. ننتقل كمان لقاعدة مهمة جدا في الفلويد ميكانيكس اللي هي الباسكال لو، اللي بتتطرق لموضوع الفلويد، اوكي، والبريشر. ايش بحكي لك الباسكال لو؟ الباسكال لو بتحكي لك انت كان في عندك فلويد، وهذا الفلويد محصور في وعاء، واثرت عليه ببريشر خارجي، اثرت عليه ببريشر خارجي من خلال قوة خارجية. كهذا البريشر اللي بتأثره على سطح هذا الفلويد، كي راح ينتقل لجميع اجزاء الفلويد وبنفس القيمه، وبنفس القيمه. اذا هذا البريشر راح ينتقل لجميع هذا الفلويد، اجزاء هذا الفلويد وبنفس القيمه. هاي هي بنسميها الباسكال لو. اذا البريشر applied to a confined fluid increases the pressure throughout by the same amount. By the same amount. ومن اشهر التطبيقات على هذا الموضوع اللي هو الهيدروليك جاك، الهيدروليك جاك الموجود في كل مغاسل السيارات اللي بترفع لك السياره، اوكي، مشان يغسلوها، اوكي، كيف بياثر في عندي، او اللي هو الهيدروليك العادي الموجود عند الميكانيكي. بتاثر بسمول فورس بحيث ترفع هاي ويت، ترفع هاي ويت. طبعا بكون عباره عن اللي هو تو بيستون، تو بيستون سلندرز مختلفين في الجيومتري، واحد منهم بيكون سمول واحد بيكون منهم هاي. كيف انا باثر بفورس سمول فورس وبرفع منها هاي ويت؟ تخيل كالتالي، هذا عباره عن تو بيستون كانوا يسمونه اياه بايام المدرسه اللي هو المكبس الهيدروليكي، هذا اللي بنحكي عنه. هذا في عندي هون اويل، افرض انه في عندي فلويد، هذا الفلويد عباره عن اويل. بتلاحظ انه هون الاريا مختلفه عندي، هذا الاريا بالنسبه هون اكبر من الاريا 1، الاريا 2 اكبر من الاريا 1. واثرت انا في اكسترنال فورسز اللي هي اف 1 وبدي ارفع من خلالها اف 2 اللي هو الويت تاع السياره. فبتلاحظ لو جيت اخذت نقطتين بناء على الباسكال لو، لو جيت اخذت نقطه هون، اوكي، نقطه هون واخذت نقطه مقابل لها مباشره، فعليا انا اثرت بالبريشر، وهذا البريشر المفروض انه ينتقل لكل الفلويد. فبالتالي معناته لو اخذت اي نقطتين موجودين في الهوريزونتال بلين، هذا البريشر عند النقطه هاي هو نفسه البريشر عند النقطه هاي، اوكي. لو اخذتها برضه على السطح نفس الفكره. فبالتالي بنحكي البريشر ات اي ات 1 بيساوي البريشر ات 2، البريشر ات 1 بيساوي البريشر ات 2. طبعا ايش البريشر ات 1؟ هو عباره عن الفورس 1 اللي هو الاكسترنال فورس 1 على الاريا 1 اللي اجت من البيستون سلندر الموجود عندي هون. هون بريشر 2 اللي هو عباره عن ايش؟
راح يكون عبارة عن الفورس at 2 على الاريا 2. فإذا F1 على A1 بيساوي F2 على A2. فمعناته هون بنستنتج انه F2 على A1 على F1 اسف بيساوي A2 على A1. فإذا بدي اطلع F1 F1 اوكي اللي هي انا بتلزمني قديش انا بدي فورس، بتلاحظ انها عبارة عن F2 F2 مضروبا في A1 على A2 A1 على A2 على A2. تلاحظ انه هاي الريشو A1 على A2 دائما بتكون اقل من واحد، دائما بتكون اقل من واحد. فبالتالي لما يكون في عندك فورس كبيرة اللي هو الويت تاع السيارة، اوكي الويت تاع السيارة مضروبة في قيمة صغيرة، فبالتالي هاي ال F1 راح تكون قيمتها اقل، اقل من واحد، دائما بتكون less than less than اللي هو اوكي اسف less than 1 less اوكي هاي less than less than 1 اوكي هي A2 A2 A1 اسف A1 على A2 A1 على A2. اتوقع الامور واضحة سهلة بسيطة اوكي ما فيها اي تعقيد. ننتقل ل another measurement device من خلالها بقدر اقيس اللي هو البريشر. احد هذا الميجرمنت ديفايس اللي هو مسميه الباروميتر. الباروميتر هو عبارة عن جهاز يستخدم لقياس الضغط الجوي. يستخدم لقياس الضغط الجوي. شو مبدأ عمل الباروميتر؟ الباروميتر هو بتكون من جزئين، جزء فيه اللي هو عبارة عن تيوب. اوكي هذا التيوب بيحتوي على فلويد، هذا الفلويد بالغالب بيكون ميركوري اللي هو الزئبق. اوكي وفي عندي كونتينر بيحتوي على اكسسيف اوكي ميركوري، اكسسيف ميركوري كمية كافية من الميركوري. شو اللي بنسوي؟ يعني لو جيت انا بدي امثله بدي اقدر اصنع اللي هو الباراميتر، بجيب تيوب طويل شوي، على الاغلب بكون طوله 1 متر، اوكي بعبيه بالميركوري وبعمل له ابسايد داون، بقلبه اوكي داخل كونتينر، هذا الكونتينر فيه ميركوري ايضا. بلاحظ انه جزء من هذا الميركوري ظل موجود داخل هذا التيوب، ظل موجود داخل هذا التيوب مرتفع داخل التيوب. شو اللي خلى هذا الفلويد موجود داخل هذا التيوب؟ خلى يرتفع داخل هذا التيوب او يبقى داخل هذا التيوب هو عباره عن الاتموسفير كمبريشر. لو جيت سالتك اخذت نقطه هون على سطح هذا الميركوري وقلت لك شو نوع البريشر اللي بياثر عليه؟ بتلاحظ بتقول لي مباشره انه هو عباره عن اتموسفيريك بريشر، اتموسفيريك بريشر. بتلاحظ انه قاعد بمثله باسهم، وهي الاسهم بتكون نورمال على السطح، بتكون نورمال على السطح. كويس. لو جيت اخذت نقطتين، نقطة هون سميناها A ونقطة هون سميناها B، لاحظ ان النقطتين هذول لهم ذا سيم بريشر حسب الباسكال لو. طيب هذا الفلويد الموجود داخل هذا التيوب هل له ويت؟ نعم له ويت. جينا عملنا هون مثلنا من خلال الدياجرام موجود، اخذنا الفوليوم هذا اوكي، البريشر الموجود عندي هون عبارة عن فاكيوم بريشر لانه عملت له ابسايد داون، ما في عندي بريشر فبالتالي هو فاكيوم، فالبريشر هون تقريبا بيساوي صفر. فاذا البريشر هون حكينا عند النقطة B بيساوي البريشر عند النقطة A. طيب لو جيت تطلع هون اكيد هذا في عندي بريشر هون بهذا الاتجاه مثلته، بحاول ترفع الفلويد للاعلى والويت بحاول ينزل للاسفل. اوكي بينزله للاسفل. طيب ممتاز، لو جيت اخذته اخذت السميشن اوف فورسز بلاحظ انه الويت بيساوي اوكي الويت بيساوي اللي هو الفورس اللي بتاثر من خلال الاتموسفير، من خلال الاتموسفير. الويت عبارة عن رو جي اتش هذا الارتفاع من السيرفس تاع الفلويد تاع السطح، الاعلى قيمه مرتفع فيها الفلويد داخل هذا التيوب مضروبا في الكروس سكشن اريا، الكروس سكشن اريا. طبعا عشان اطلع الفورس هاي مثل الفورس هاي لو جيت قسمتها على الاريا، قسمتها على الاريا بتحول هيك صار عندي الفورس اللي هي اكزيرتد باي اتموسفير، اكزيرتد باي اتموسفير. فاذا الفورس اكزيرتد باي اتموسفير المفروض بتساوي اللي هو الويت، المفروض اللي هو بتساوي الويت. لو جيت قسمت اوكي بتساوي الويت، جيت قسمت الويت على الاريا بطلع البريشر، فصار عندي البريشر اوكي اللي بتاثر فيه الفلويد داخل هذا التيوب بيساوي الاتموسفيريك بريشر. اذا بيطلع معنا البي اتموسفيريك، بي اتموسفيريك بيساوي اللي هو جاما للفلويد، جاما للفلويد اللي هو الميركي او رو جي في الاتش في الهايت تاع الفلويد داخل هذا التيوب. هذا بنسميه اللي هو عباره عن الباروميتر، وحكينا كيف مبدا عمله وحساب له الاتموسفيريك بريشر. بالعاده عند السي ليفل اوكي بيكون تقريبا 1 اتموسفير، هذا الارتفاع داخل هذا التيوب بيكون تقريبا 600
و70 ملم اتش جي و670 ملم اتش جي اللي بتحكي تقريبا من 1 متر الا اوكي بيساوي بعادل 1 اتموسفير 1 اتموسفير، وهذا 760 نسميهم اللي هي التور، التور اوكي الوان تور اوكي اللي هو الواحد اتموسفير بيساوي 760 تور او ملم اتش جي نسبة للعالم تورش اللي اكتشف هذا الجهاز او اللي اخترع هذا الجهاز، او الوان اتموسفير بيساوي 101.3 اوكي كيلو باسكال، كيلو باسكال، وبالغالب مرات بنقربها شوي بنحكي انه 101، 101 كيلو باسكال. اخر شيء بدي احكيه عن الباروميتر انه لاحظ انه هون لو تغير عندي شكل التيوب اللي داخله هذا الميركوري اوكي ما بياثر على اللي هو قراءه الاتموسفير، لاحظ انه قراءه البشر تاع الاتموسفير، لاحظ انه هون اخذت ديفرنت تيوب والديفرنت لينث في ديفرنت كروس سكشن الاريا اوكي، بلاحظ انه الهايت لهم ايش ماله واحد، الهايت لهم واحد، انا اصلا اوريدي انا قسمت الويت على الاريا عشان احولها ل ابرشر، احولها ل ابرشر. ننتقل لنوع اخر من الميجرمنت ديفايس من خلال بقدر اقيس البريشر اللي هو مسميه المانوميتر. المانوميتر هو عباره عن جهاز بقيس لي الديفرنس في البريشر، بقيس لي الديفرنس بالبريشر، وبكون عباره عن شكل يوتيوب جلاس يوتيوب اوكي اور بلاستيك يو شيب بيحتوي على وان فلويد اور مور فلويدز، بالعاده هاي الفلويدز بتكون مي يا اما بتيج ميركوري يا اما اويل اور كحول، وعندي هاي الرسمه بتغير شكل اللي هو يوتيوب مانوميتر، يوتيوب مانوميتر بكون مصنوع من الجلاس او الميركوري وبقيس لي بريشر ديفرنس، بقيس لي بريشر ديفرنس. لو تطلع هون مثلا انا عندي تانك، هذا التانك بدي اقيس لي بريشر جاس تانك وبدي اقيس لي بريشر داخله، ممكن استخدم اللي هو اليوتيوب مانوميتر. لاحظ انه في عندي هذا مثلا فلويد، هذا الفلويد صار في عندي ارتفاع، صار في عندي تشينج في الديفرنس، المفروض انه لو كان عندي التنين لهم نفس البريشر المفروض انه يكون في عندي تساوي فيه الهايت اوكي للتو سايدز للفلويد الموجود داخل المانوميتر، لكن بسبب البريشر واحد من السايد قاعد تعرض لبريشر في عندي هاي بريشر اوكي صار في عندي هون ديفرنس، صار في عندي ديفرنس. فكيف بدي اطلع الديفرنس؟ المفروض اني اخذ نقطتين، اخذت نقطه هون اللي هو عندي تشينج في نوع الفلويد اوكي، ونقطه ثانيه هون، المفروض انه البشر ات 1 بيساوي البشر ات 2، فلو طلعت البشر ات 2 ممكن اطلع البشر ات 1 واعرف قديش البشر تاع الجاز. لو قلت لك البشر ات 2 اوكي، البشر ات 2 هو عباره عن ايش؟ البشر ابف ذا بوينت 2 زائد البشر ابف ذا سيرفس اوكي على هذا الفلويد. فرجيت حكيت كونه هذا مفتوح للاتموسفير، وبالتالي البريشر عند هذا السطح عباره عن اتموسفيريك بريشر، عباره عن اتموسفيريك بريشر، والبريشر لهذا الفلويد هو عباره عن الجاما هاي الفلويد زائد مضروبه، اسف جاما هاي الفلويد مضروبه في اللي هو الاليفيشن او اتش، فمثلناها من خلال البريشر ات جاز هو عباره عن اتموسفيريك بريشر زائد اللي هو رو في جي او جاما في جي، هيك بطلع لي بريشر ات 2، والبريشر ات 2 هو بيساوي بريشر ات 1، بريشر ات 1 طبعا رو هون او جي، بس بحب اذكر انه هي عباره عن الفلويد هاي اللي هي جاما او فلويد قديش قيمتها حسب نوع الفلويد اللي انا بستخدمه داخل المانوميتر. ناخذ لنا مثال او اكزامبل على هذا المانوميتر، بحكي لي هون a manometer is used to measure the pressure of gas in a tank. The fluid used has a specific gravity قيمته 0.85 and the manometer column height is 55 سنتيمتر حسب ما هو مبين معنا بالرسمة، ومعطيك الاتموسفيريك بريشر حكي لك انه قيمته 96 كيلو باسكال، وطالب توجد اللي هو الابسوليوت بريشر within the tank. قديش قيمة الابسوليوت بريشر؟ مكون حكى لي الابسوليوت بريشر اوريدي لازم ادخل الموضوع اللي هو الاتموسفيرك، لو قال لي بدي الجيج بريشر فبالغي موضوع اللي هو الاتموسفيرك بريشر، بس بحسب ضغط الفلويد لحال without atmospheric. شو اللي بدنا نسويه؟ بدنا نسويه كالتالي، بدي اخذ 2 بوينت، هاي البوينت الموجوده عندي هون، بدي اخذ مباشره لها بوينت ثانيه اوكي مقابل لها بالجهه المقابله، المفروض انه البريشر ات 1 بيساوي البريشر ات 2، وحكينا البريشر ات جاز هو عباره عن رو جي اتش زائد البي اتموسفير زائد البي اتموسفير. بدنا ننتبه لشغله انه هون ما معطيني اللي هو جاما ولا معطيني الرو، هو معطيني سبيسيفيك جرافيتي، وقلنا سبيسيفيك جرافيتي هي عباره عن ريليتيف دنسيتي بالنسبه للستاندرد دنسيتي، وحكينا الستاندرد دنسيتيز
اللي هي عبارة عن الدنسيتي للمي at 4 degrees Celsius، وحكينا قيمتها بتساوي 100,000 كيلوغرام بمتر كيوب. فمشان اطلع الدنسيتي للفلويد، الدنسيتي للفلويد بدي اجي اضرب اللي هو اس جي، اوكي الاس جي في الرو للووتر، اضربها في الرو للووتر اللي هي الف، اطلع الرو للفلويد اللي داخل المانو ميتر مباشرة في تانك بسبب اتموسفيرك زائد رو جي اتش. طلعنا الاس جي بطلع معي قيمتها 850 كيلوغرام بير متر كيوب، لانه معطيني الاس جي اس معطيني اللي هو دنسيتي للفلويد داخل المانوميتر اللي هي 850 كيلوغرام بير متر كيوب، لانه معطيني الاس جي قيمتها 0.85. بعوض بطلع قيمه اللي هو البريشر تاع التانك الابسوليوت بريشر 109.59 كيلو باسكال. كيلو باسكال، بس بدك تنتبه لشغله انه اليونت تستخدم اليونت اللي هو انك تحول هاي السنتيمتر لمتر، وتحول اللي هو الاتموسفيريك بريشر من كيلو باسكال لباسكال، كيلو باسكال لباسكال. اوكي، فلو طلب مني الجيج بريشر، الجيج بريشر هو وذاوت الاتموسفيريك، بطلع معي الجيج بريشر تاع التانك اللي هو 4.59 كيلو باسكال. هذا عبارة عن الجيج بريشر لو طلب الجيج بريشر. ننتقل لنوع ثالث من الميجرمنت ديفايس اللي بستقدر استخدمها في قياس البريشر او الديفرنس بريشر، اللي هو ديفرنشال مانوميتر. ديفرنشال مانوميتر، هذا الديفرنشال مانوميتر بكون فيه ديفرنت فلويدز، وبالعاده هذا الفلويد نستخدمه لقياس اللي هو دايناميك فلويدز. اوكي، دايناميك اسف، نستخدم لقياس الستاتيك فلويدز لما يكون في عندي فلويد موشن داخل بايب معين، بدي اقيس الستاتيك بريشر للفلويد عند نقطه معينه، كيف بقدر استخدم اللي هو الديفرنشال اوكي مانوميتر. شوف كيف شكله، هذا عباره عن بايب وبمر فيه فلويد، اوكي، وبدي اشوف كيف تغير البريشر داخل هذا البايب. طبعا البايب اوكي داخل، طبعا الفلويد لما يتحرك داخل البايب راح يقل البريشر فيه بسبب اللي هو الفريكشن اوكي بينه وبين البول تاع هذا البايب، وول تاع البايب. فكل ما تحركنا في البايب، كل ما تحرك الفلويد داخل البايب، كل ما صار في عندي نقصان في البريشر. وهذا اللي اكبر مشكله بتواجهنا في البيوت، انه كيف انا مثلا لما يكون في عندي ضغط مي قليل، كيف بتغلب عليه من خلال تركيبي لمضخه. والفكره المضخه اللي هي البمب، انه ادد بريشر اوكي تو ذا فلويد، ادد بريشر تو ذا فلويد عشان اعوض الخساره اللي بتصير داخل البايب نتيجه اللي هو الفريكشن بين الميركيولز تاعت الفلويد والانترنال وول تاع البايب. فلو جيت اخذت انا نقطتين مشان اطلع البريشر بي 1 ماينس بي 2 اللي هو ديفرنشال مانوميتر، شوف كالتالي شو اللي بنسوي. باخذ البريشر ات 1 اوكي، باخذ البريشر ات 1 وبعمل موفينج اوكي من خلال اللي هو المانوميتر ديفرنشال مانوميتر حتى اصل اللي هو البوينت 2. بصير اضيف بريشر وبصير اطرح بريشر، متى بضيف بريشر ومتى بطرح بريشر؟ هسه وانا نازل اوكي بضيف بريشر، وانا طالع بطرح ايش؟ بطرح بريشر. هاي القاعده، وانا نازل بضيف بريشر وانا طالع بطرح بريشر. فاذا نيجي للنقطه الاولى بي 1 اوكي، انزلت هاي الفلويد اللي هو نفسه اللي لونه باللون الازرق، بتلاحظ هون ديفرنشال مانوميتر فيه فلويد ثاني ملون باللون الاحمر. قديش الارتفاع عندي من هون لحد ما صار في عندي تغير في نوع الفلويد؟ دائما قلنا بصير في عندي تغير في نوع الفلويد ديفرنس، بالتالي بوقف لعند هون، بوقف بطلع البريشر هذا لحاله. قديش الارتفاع هذا؟ الارتفاع هذا عباره عن اي زائد اتش. فاذا جينا حكينا رو 1، هي اعطيني رو 1 هذا الفلويد اللي هو رو 1 في جي في اي بلس اتش اللي هو الهايت. اوكي، حكينا عنه اللي هو الفيرتيكال ديستانس. هسه كوني انا نازل هون جمعت بريشر، هي بلحظه جمعت بريشر، هسه صار في عندي تغير في البريشر، تغير في نوع الفلويد، تغير في نوع الفلويد، اوكي بوقف. هسه البريشر عند النقطه A هو نفسه عند البريشر عند النقطه B. فجيت لو نزلت ضفت بريشر طلعت بريشر، ها طلع ضفت بريشر، لو وصلت للبوتم تاع المانوميتر هيك ضفت بريشر رديت طلعت بريشر اوكي اذا نفس الارتفاع، كاني كنسلتهم عن بعض. اوكي كاني كنسلتهم عن بعض، هذا A اوكي نزلت طلعت جمعت طرحت واحد كانسل ايتش اذر، فرجعت للبوينت بي. فاذا مباشره بصير في عندي ديسكونتينيوتي بين التو فلويدز، مباشره بنتقل للنقطه اللي بعدها. هسه البريشر ات بي صار في عندي تغير في نوعين من الفلويد، ها في نوعين من الفلويد، واحد بيرتفع بارتفاع اتش وواحد بيرتفع بارتفاع اي. فباجي بحكي ماينس رو 2 هذا الفلويد اللي هو رو 2 لونه باللون الاحمر،
في جي في اتش، هذا ارتفاع اتش ماينس. في عندي فلويد ثاني حتصل بوينت 2 رو 1 في جي في اي، رو 1 في جي في اي، هذا كله بيساوي اللي هو البريشر ات بوينت. بعمل ري ارنجمنت للمعادله هاي، بفكفك الاقواس وبجمعهم مع بعض، اوكي بجمعهم مع بعض، بصل لمعادله اللي هي بي 1 ماينس بي 2 اوكي بيساوي رو 2 ماينس رو 1 في جي اتش زائد في جي اتش، رو 2 ماينس رو 1 في جي اتش. هذا لا هذا الديفرنشال مانوميتر. اذا كان في عندي مالتي ديفرنشال مانوميتر بالحاله هاي بدك تصير تجمع وتطرح حسب انت تغيرك في الفلويد. انجنرال فورم، انجنرال فورم بي 2 بي 2 اوكي بتساوي اللي هو بي 2 بنحكي عن بي 2 بتساوي بي 1 بتملش اوكي وانت نازل داون تجمع سميشن اوكي وانت طالع شو بتسوي؟ بتطرح وانت طالع بتطرح. خلنا ناخذ اكزامبل، هذا ميجرينج بريشر وذ ا مالتي فلويد مانوميتر، ميجرينج بريشر وذ ا مالتي فلويد مانوميتر. نجي ناخذ احنا وياك نطلع هون، هذا عباره عن ووتر تانك، نقرا السؤال. هذا ووتر تانك، ووتر ان ا تانك از بريشرايزد باي اير، هذا ووتر فيه مي، اسف تانك فيه مي وبرشرايز من خلال الهواء. اند معطيك اند بريشر از ميجرد باي ا مالتي فلويد مانوميتر، هذا عباره عن مالتي فلويد مانوميتر، لاحظ انه عباره عن تو مانوميتر كونكشن وذ ايتش اذر اوكي، وقاعد فيهم مختلف فيهم ديفرنت فلويدز. تحكي لك ذا تانك از لوكيتد ات اماونت اون اماونتين at an altitude of 1400 meter where the atmospheric pressure is 85.6 كيلو باسكال. احنا بنعرف كل ما طلعنا ارتفعنا كل ما قل الضغط الجوي اللي هو وزن عمود الهواء، اوكي وزن عمود فورس اوكي على يونت، كل ما طلعت كل ما ارتفعت كل ما قل الضغط الجوي، كل ما نزلت كل ما زاد الضغط الجوي. فطالب مني اوجد the air pressure in the tank، بدك توجد قديش مقدار الاير بريشر in the tank. if معطيك h1 قيمتها 0.1 متر، h2 0.2 متر، h3 0.35 متر. حكي لك take the densities of water or mercury كالتالي، 1000 للمي، الزيت 850 والميركوري 13600 كيلوغرام بير متر اكيو. كيف بدنا نبلش المساله هاي؟ كيف بدي ابلش المساله هاي؟ نبلش المساله هاي حسب ما تعلمنا قبل قليل، انه بدي اخذ ببلش من عند بوينت 1 حتى انهي لعند البوينت 2، لازم يكون في عندي نقطة معلومة، نقطة معلومة اللي هي البريشر ات 2. هسا وانا نازل قلنا بجمع وانا طالع شو بسوي؟ بطرح. طيب ننزل للفلويد، نبلش بي 1، نبلش اول نقطة بي 1 وبلش انزل فيها، بي 1 اللي هو البريشر ات اير، اوكي عند السطح هون، هذا السطح الفلويد. اوكي بدي ابلش اطلع البريشر عنده مقارنه بالبريشر 2 اللي هو المعلوم عندي. بي 1 بي 1 بلس، وانا نازل الفلويد بنزل 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 بنزل، بلاحظ انه هذا المانوميتر المشبوك عندي هون برضه كمان فيه مي. اوكي هسه بلاحظ انه انا نازل هون وظليتني انزل حتى وصلت النقطه هاي، اوكي ورديت مره ثانيه وطلعت لعند هون. لاحظ وانا نازل بجمع وانا طالع بطرح، فاذا هذول كنسلوا بعض. اوكي هذا لحد نقطة اللي هو discontinuity between two fluids، اوكي two fluids. وانا نازل هاي طلع مرة ثانية، وانا نازل بجمع وانا طالع بطرح، فهذول كنسلوا بعض، فوقف لعند هاي النقطة. اوكي بوقف لعند النقطة هاي. فإذا بحكي P1 زائد اللي هو قديش اللي مشيت المسافة هاي اللي هي H1 زائد رو G أو جاما للووتر في H1. وقفت، صرت عند النقطة هاي. اوكي صرت عند النقطة هاي. طيب ممتاز. هسا لو اجي اطلع انا هيك اصل لعند التوب هون بطرح وانا نازل قلنا بجمع، فلو جيت نزلت لهون وصلت لعند النقطة هاي، فإذا بتلاحظ انه البريشر هون والبريشر هون نفسه واحد هاي، وانا طالع بجمع وانا طالع اسف بطرح وانا نازل بجمع، فهذول كنسلوا بعض. وقفت هون، هسا وانا نازل هون لعند الديسكونتينيوتي لعند التغير في نوع الفلويد، اوكي المفروض اني شو اسوي؟ اجمع قيمة فلويد جديد اللي هو ايش؟ الاويل. صار عندي بي 1 زائد جاما للمي في H1 زائد جاما للأوي في H، كم المسافة من هون لهون؟ اللي هي H2 زائد H2. طيب ممتاز، وقفت هون. هسا وأنا نازل لو نزلت هسا المفروض إني أجمع للميركوري، وأنا طالع أرجع لهون أجمع للميركوري، فبتلاحظ نزلت ميركوري طلعت ميركوري كنسلوا بعض، فجيت وقفت هون، وقفت عند النقطة هاي. هسا وأنا طالع قلنا شو بنسوي؟ نطرح،
وانا طالع نطرح حتى اوصل اللي هو ضغط البوينت 2، اصل عند النقطه بوينت عند النقطه 2 اللي هي بتمثل الاتموسفيريك بريشر. باجي بطرح بقول ماينس جاما دن ميركوري اوكي في اتش 3، في اتش 3 هذا كله شو بيساوي؟ في 2 في 2. طبعا كل شيء موجود معي، دنسيتي موجوده معي اوكي، قيمه موجوده معي اسف بالنسبه لهذا الخط. كل شيء موجود معي، فمباشرة بقدر اطلع قيمة اللي هو بي 1 سوليوشن. هاي ما حكينا قبل شوي اوكي، وير بي 1 بيساوي بي اير، بي 2 بيساوي بي اتموسفيريك. بعوض بيطلع معي قيمة بي 1 قيمتها 129.65 كيلو باسكال، كيلو باسكال. مسألة سهلة بسيطة فش فيها اي تعقيد. ناخذ كمان مسألة، هاي مسألة من مسائل الكتاب اللي هو البروبلم تبع الكتاب اوكي، برضه نفس الفكرة بدك تطلع اللي هو الديفرنس بريشر او البريشر عند نقطة معينة. معطيني شكل هون اللي هو عبارة عن ديفرنشال مالتي مانوميتر، هطالب مني كالكوليت ذا ابسوليوت بريشر ات بوينت 1 اوف ذا مانوميتر شون ذا لوكال اتموسفيريك بريشر، معطيني اياه 758 مليمتر اتشي. هون معطيني البشر بالمليمتر اتشي، بعرف انه الواحد اتموسفير بيساوي 760 مليمتر اتشي، وبعرف كمان انه الواحد اتموسفير بيساوي 101.325 كيلو باسكال. بقدر كمان برضه احولها مباشره لباسكال او كيلو باسكال. نيجي للبوينت 1، هاي البوينت 1، بوينت 1 او البشر ات 1 معطيك هذا فاضي ما فيش فيه فراغ اوكي، ما فيه فلويد، مفتوح ل اللي هو لنقطة معينة مشبوك في مثلا في تانك فيه غازز اوكي. نيجي نطلع اللي هو البشر، فتلاحظ ان البشر هاي مأثر محط لي هون سهم قايل لي انه هاي بي 1 هون، بي 1 فش يعني فلويد هون مش معطيني. فناخذ بي 1، هاي بي 1 النقطة المعلومة عندي اللي هي الاتموسفيريك بريشر معطيني قيمتها. واجي اخذت بي 1، بلش من هون بي 1، فانا نازل قلنا بجمع وانا طالع شو بسوي؟ بطرح. فاذا لو نزلت هاي بي 1 زائد نزلت فلويد وطلعت فلويد، نزلت فلويد اوكي لحد هاي المسافة، بعدين طلعت لهذه المسافة اللي هي نفس المسافة مع نفس المستوى، فكان جمعت طرحت بنفس القيمة فهذا كنسلوا بعض، كان انتقلت من هاي النقطة لهاي النقطة اوكي. طيب ممتاز، فإذا بي 1 نيجي لعند هاي النقطة. هسا وأنا طالع هون، وأنا طالع شو قلنا بسوي؟ بنطرح عند الديسكونتينيتي في الفلويد، صار في عندي تشينجز في الفلويد، فبطلع بمسافة مقدارها كم؟ 5 سنتي. فأجي بطرح بقول 5 سنتي مضروبا في جاما لهذا الفلويد او فلويد ايه، وهون معطيني اللي هو جاما له 10 كيلو نيوتن بير متر كيوب، او بدي احولها لنيوتن بير متر كيوب اضربها في 1000. وصلت النقطة هاي، هسه المفروض اني اطلع اطرح انا نازل اجمع كنسلت. طيب وصلت للنقطة هاي هون انت ساوي نقاط اللي هون قلنا فيها اللي هو هذا جمعت وهاي طرحت فكنسلوا بعض. وصلنا لعند النقطة هاي، وأنا نازل جمعت وأنا طالع رديت طرحت، فهذا هاي وهاي كنسلوا بعض، معناته هون وهون وهون المفروض لهم نفس البريشر، أوكي لهم نفس البريشر، وصلت عند النقطة هاي، هاي النقطة الموجودة عندي هون، نغير اللون شوي عشان يصير أوضح، خلينا ناخذ أزرق مثلا، وصلت عند النقطة هاي، تمام، وصلت عند النقطة هاي، نجي شو نسوي؟ قلنا آخر إشي بي 1 ناقص الفلويد جاما في الفلويد هذا اللي هو 5 سنتي. وصلت هون بدي اطلع حتى اوصل اللي هو الاتموسفيريك، قديش الارتفاع اللي عندي هون؟ 15. شو نوع الفلويد؟ فلويد بي. قديش الجاما له؟ 8 كيلو نيوتن بير متر كيوب. فشو بسوي؟ بطرح اللي هو قيمه هذا البريشر لهذا الفلويد كله بيساوي الاتموسفيريك بريشر، الاتموسفيريك بريشر. اذا بي 1 ماينس جاما اي في اتش 1، اتش 1 اللي هي بنسميها هي عباره عن اتش 1 اوكي، هاي الـ H1 اللي مسافة من هون لحد هون، هاي المسافة H1 اوكي، ماينس جاما بي في H2 هاي المسافة من هون لهون، هاي عبارة عن اللي هي H2 هاي المسافة هاي عبارة عن H
عبارة عن H2 كله بيساوي الـ بي اتموسفيرك. بنعرف بي اتموسفيرك 758 مقسوم على 760 ضرب 101.3 125 بالألف، بيطلع معي اللي هو البشر في الكيلو باسكال. برجع بعوضهم مباشرة في المعادلة هاي وبطلع قيمة بي 1، بيطلع معي قيمة بي 1 102.76 كيلو باسكال، 102.76 كيلو باسكال. ننتقل كمان برضو لمسألة أخرى اللي هي كيف أوجد البشر في برضو ديفرنشال مانوميتر. بيعطيني هون جازولين لاين، جازولين لاين بايب لاين، هذا عبارة عن بايب لاين اوكي فيه جازولين. is connected to pressure gauges through a double U tube manometer as shown if the reading of the pressure gauge is 370 كيلو باسكال. هذا البشر جيجز معطيني 370 كيلو باسكال، وهذا برضو كمان موصول مع ديفرنشال مانوميتر. طالب مني اوجد الديتيرمن ذا جيج بريشر، بده الجيج بريشر اوكي اوف ذا جازولين بايب لاين. هون في تن هون اللي هي بايب لاين، قديش البشر في البايب لاين هذا اللي هون. طيب ممتاز، شو بنسوي عشان اطلع البشر الغاز بايب لاين هذا اللي هو مسميه بايب اوكي، نفترض نسميه بايب اوكي. هذا البايب عشان اطلع البريشر له بدي اخذ ريفرنس، وين الريفرنس تاعي؟ هذا اللي هو، نبلش من هون. البريشر من هون هو مثل البريشر ات اير، فاذا لما تحكي انت هون الهواء، الهواء قديش كثافته؟ واحد. الهواء كثافته واحد، يعني البريشر تاعه شيء لا يذكر شو ما كانت المسافه تاعته. طيب البريشر اللي عندي هون هواء تمام، معطيك هون معطيك السبيسيفيك جرافيتي لكل نوع من انواع الفلويد اوكي، وبتحكي قاعد بس الجرافيتي للهواء بتحكي عن واحد على ألف. شو واحد على ألف؟ ولا شيء اوكي، يعني ما في بشر. اذا هون عندي البشر المفروض يكون بي اير وهو قيمته 370 كيلو باسكال، فباجي بحكي البشر هون هو نفسه بده يكون البشر، فهون اجمع بشر وانا نازل بطلع بشر بطرح اوكي، بصل عند النقطه هاي برد اجمع بطرح اسف بطرح البشر اللي بدي اطلع فيه، بصل للنقطه هاي نفس الفكره برد بنتقل لهون بنزل بجمع اوكي، بعدين برد انتقل للنقطه هاي وانا طالع بطرح اوكي. وعندي هون الجزء اللي هو البايب لاين اللي هو السنتر تاع البايب لاين اللي هو تاع قيمه الجازولين موجود داخل هذا الجزء اللي هو الارتفاع 22. طيب سوليوشن نبلش فيهم، بي جيج هذا البي جيج ماينس بي رو اتش اسف ماينس اللي هي جاما الاتش او في اتش 1. قلنا اتش 1 هاي المسافه من هون لحد هون، هاي عباره عن اتش 1 اوكي، هاي عبارة عن H1 اللي هي 45. قديش انا طلعت؟ انتقلت من هاي النقطة الديسكونتينيتي، بطلع بنزل اوكي بطرحهم من بعض، بصل عند النقطة هاي وانا نازل صار في عندي ديسكونتينيتي بدي اطرح. هاي المسافة اللي هي 50 هاي عبارة عن ال H2 اوكي، هاي المسافة اللي هي عبارة عن H2، هاي ال H2 اللي هي 50 طرحت ال H3 بنزل برد اطلع اسف هاي اللي هي اسف هون نزلت نزلت من نزلت في الاويل فبجمع اويل اوكي، بدي اطرح ميركوري وصلت هون بدي اطرح ميركوري مقدار اتش 3 هاي عباره عن الاتش 3 اوكي، هاي عباره عن الاتش 3 اوكي. عندي الاتش 4 اللي هي عباره عن 22، هاي الاتش 4 اللي هي عباره عن 22 حتى اوصل اللي هو البريشر تاع البايب بشر تاع، بعوض مباشره معطيني الاس جي حكي انا بضرب في 1000 بطلع الدنسيتي وبضرب في جي بطلع جاما. طبعا بدك تنتبه انك تحول اليونت من سنتيمتر لمتر والكيلو باسكال لباسكال، مباشره بطلع معي البشر تاع البايب 354.61 كيلو باسكال. كيلو باسكال مسألة سهلة بسيطة، معادلاتها سهلة ما فيها أي صعوبة ولا أي تعقيد، بس الفكرة أنك كيف تعمل كيف تمشي في داخل المانوميتر وين يكون في عندي ديسكونتينيتي توقف وتنتقل للنقطة المقابل لها مباشرة. طيب آخر شيء موجود في هذا الشابتر بدنا نحكي عنه اللي هو الأذر بشر ميجرمنت ديفايس. هسه صار من جديد اغلب السيارات الحديثه صار فيها بشر ترانسديوسرز، بعطيك قيمه البشر الموجود داخل العجل اوكي على اللي هو الشاشه الموجوده في السياره، بقول لك والله انه هذا العجل فيه 32 هذا 34 هاي 30 هاي 36، كل حد السيارات الحديثه صارت موجوده. هذا عباره عن من خلال البشر ترانسديوسر بيرسل سيجنالز اوكي للكمبيوتر تاع السياره فبعطيك قديش قيمه البشر.
بريشر ترانسديوسر فكرته انه احول الابلايد بريشر تو ميجربل الكتريكال سيجنالز، وعادي بتكون هذا البريشر ترانسديوسر بتكون من جزئين، واحد بيكون ميكانيكال وواحد بيكون الكتريكال. الميكانيكال بيكون عباره عن الاستيك ماتيريال، هاي الاستيك ماتيريال بصير لها ديفورميشن اوكي نتيجه اللي هو البريشر الواقع عليها، بتكون موصوله مع الكتريكال ديفايس، هاي الكتريكال ديفايس بتعمل ديتكتد على قيمه هذا البريشر او تغير بالنسبه الى كالكتريكال ديفايس، شو بصير تغير عليها اوكي بتحوله لسيجنلز، وهي السيجنلز اوكي بتعطيني ريدنج اوكي على قيمه هذا البريشر. من ضمن هاي الالكتريكال ديفايسز اللي هو السترين جيج بريشر ترانسديوسرز والبيزو الكتريك ترانسديوسرز. السترين جيج فكرتها زي اللي اخذناها في مختبر المقاومه، اكيد اغلب الشباب اخذوا مختبر المقاومه، اخذوا تجربه السترين جيجز. عندي وايرز، هذا الواير اذا تغير شكله كطوله فبالتالي بتتغير الريزستنس بتاعته، فبالتالي بتغير عندي الفولتج، فنتيجه تغير الشيب بتاع الواير هذا فبتغير الريزستنس فبعطيني قيمه قراءه، بيكون موصول مع وينستون بريدج سيركتس اوكي. واحد من هالليج لهذه وينستون بريدج سيركت هي عباره عن سترين جيجز. طبعا هون بكون في عندي هذا الشكل، هذا اللي هو السترين جيج ترانسديوسرز، هذا بكون اللي هو ابلايد بريشر، هذا بكون عباره عن الاستيك ماتيريال، هذا ديفرام كيف بصير له ديفورميشن، فبالتالي بصير في عندي ديفورميشن في السترين جيجز، فبصير في عندي قيمه جديده او تغير في قيمه هذا البوينت. النوع الثاني اللي هو البيزو الكتريك ترانسديوسر بكون عباره عن سيمي كوندكتر ماتيريال، هاي السيمي كوندكتر ماتيريال بس تتعرض ل بريشر بتغير اللي هو الريزستنس تاعتها، بتتغير الريزستنس اوكي، فنفس الفكره كمان برضه تعطيني قيمه لقيمه هذا البريشر، قيمه هذا البريشر. هيك بكون احنا انهينا هذا الشابتر، بتمنى ان شاء الله تكون الامور واضحه وسهله وبسيطه، بتمنى السلامه للجميع ويعطيكم الف عافيه، ونلتقي معكم ان شاء الله في شابتر جديد اللي هو شابتر 3.